في العصور ما قبل التاريخ تعلم الإنسان يخدم على الحديد والبرونز ما لابدوا يديروا الصياغة. ومن أقدم قطع الصياغة في الجزائر عندنا هاد الرديف وبزايم اللي لقاوهم في جبانة مسيه تاع أجي وتبسة. من بعد اتطوروا عدة حضارات في البحر الأبيض المتوسط ونشروا صياغة الذهب والفضة حتى لعندنا. وفي بيتنا ألقوا هاد العصابة النوميدية بالفضة اللي تعود للقرون قبل الميلاد. في تامرست جبتوا كنز الملكة تنهينان اللي يعود للقرن الخامس بعد الميلاد. الأمازيغيين كانوا يخدموا خاصة بالفضة، مسايس ومقايس لليدين، رديف وخلخال للرجلين، وهاد المناكش الكبار والتقال اللي يسموهم تيمشراف. والبزيمة اللي مستعملة منذ أقدم العصور كانوا يحكموا بها نساء قشهم، بزيمة في كل كتف، وخطرات يربطوا بيناتهم سلسلة طويلة يعلقوا فيها حرز ولا خمسة باش يبعدوا العين والمرض. هاد البزيمة نلقاوها في الجزائر بأسماوات مختلفة كما المدورة، الشماسة، نجمة، الخلالة، المساك وتسغنس. ومن بعد مع النمو الحضارة الأندلسية والعثمانية زادت تطورت الصياغة خاصة في المدن وين النساء ولاو يلبسوا غير الذهب واللؤلؤ. خرجوا قطع ثمينة باش يزينوا جبهتهم كما العصابة، الزروف وخيط الروح، وفوق راسهم ولاو يديروا الصارمة وداج الشاشية. السياغين ولاو كانا يديروا قطع نقدية عثمانية في السناسل سموهم شركة السلطاني والشنتوف. خدمة الصياغة كانت خبرة تمشي من الأب للابن في عائلة كبار معروفين كما عروش أث عباس وأث يني في بلاد القبائل اللي مشهورين من القرن 16 بصياغتهم بالمرجان حتى لليوم. بلا ما ننسوا التوارق اللي عندهم عائلات إنادن يديروا مسايس، خواتم، سلاسل حروز والخميسة كبار بزاف، وخاصة تناقلية نقادس المشهورة. وكل حويجة تزين وتبهي نسا تقعد عزيزة ومتسوسة، ومنحكي على الزمان تزيدوا تلقاو خيار الجلسة.